بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الثاني من الفصل الثالث لمقرر هندسة البرمجيات. في الجزء ده يا جماعة هنتكلم عن موضوع اسمه أجيل ميثود أبليكابيليتي، أو مجالات التطبيقية لأجيل ميثود، وهنتكلم برضو على بعض البروبلمز والمشاكل اللي ممكن تقابل الطريقة دي. تعالوا نشوف مع بعض. بنقول أجيل ميثود أبليكابيليتي، يعني إمتى نقدر نطبق أجيل ميثود؟ بيقول لك أنت بتطبق أجيل ميثود لما يكون عندك برودكت صغير، يعني مش حجمه كبير، لا ده مجرد سوفت وير، برنامج بسيط بيؤدي مهمه بسيطه. معايا؟ بيقول عليه سمول صغير او ميديوم سايز، يعني حجمه مش كبير. معايا؟ طيب نقول ايه بقى؟ نقول احنا اذا بنطبق اجيل لما يبقى عندي برودكت ديفلوبمنت، ايه بقى؟ سمول او ميديوم سايز. جميل. وامتى كمان بنطبقها؟ بنطبقها لو انت كنت بتعمل سوفت وير كاستمايزد. يعني ايه كاستمايزد؟ مخصص لكاستمر بعينه او شركه او مؤسسه، ويكون بينك وبين الشركه ديت كوميتمنت. كوميتمنت يعني ايه؟ تعهدات او ايه؟ ايوه، ان ايه؟ انك انت هتقوم بالمهمه وهتنفذ السوفت وير وهتديه لها طبقا لقواعد والرولز بتاعت مين؟ هذه الشركه. معايا؟ اذا في الحاله ديت بنقول عليها بقى ايه؟ كاستم سيستم ديفلوبمنت او تطوير سوفت وير مخصص لفرد معين او مؤسسه معينه. جميل، تمام، حلو. يبقى احنا عرفنا امتى بنستخدم اجيل ميثود، لما يكون عندك سمول بزنس او سمول سوفت وير وميديوم ميديوم سايز، حجم برضو حجم السوفت وير بتاعك صغير، وكمان لما تيجي تعمل كاستم او سوفت وير لايه؟ لشركه مخصصه او متعاقد معاها بحيث انك انت تنفذ لها ايه؟ السوفت وير ده. طيب بنقول ايه كمان؟ بنقول خلي بالك في السوفت وير اللي هو البسيط اللي هو الصغير اللي هو السمول، تمام، التيمز او الفريق اللي بيقوم بالمهمه دي بيبقى يعني مترابط. معايا؟ بيبقى ايه؟ مترابط. عشان كده يا جماعه في بعض المشاكل، في بعض المشاكل ممكن تظهر امتى؟ لما يبقى عندي سيستم صغير بسيط واحب اكبره بقى. تكبره ازاي؟ هتكبره؟ هو اصلا مبني بسيط. صعوبة كبيرة جدا ان التيم دوت يقدر بالفكر اللي هو بدأ بيه ان هو يكبر النظام ويكبره لغاية ما يبقى سيستم كبير، ده صعب جدا، وخاصة لما يبقى بادي انت بسيستم صغير له مواصفات محددة وتحب تخليه سيستم كبير. هنا بقى بيديك الهنت ده، بيقول لك ايه؟ because of their focus on small tightly integrated teams، يعني عشان احنا دايما التيم بيفكر ان هو ينفذ حاجه بسيطه وسمول، دايما في صعوبه بقى، there are problems in scaling agile method to large systems. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده ايه البروبلمز with agile methods، ايه المشاكل اللي بتقابل agile methods. بيقول ايه؟ بيقول لي خلي بالك، مش انت احنا قلنا قبل كده ان احنا بنعمل مرحله السبيسيفيكيشن ومرحله الديزاين والامبلمنتيشن انترليفد، متداخله مع بعض. وفي اول مرحله خالص في السبيسيفيكيشن ممكن نطلع انيشال فيرجن. مظبوط، انت قلت لنا كده فعلا. لكن خلي بالك بقى، الانيشال فيرجن ده ممكن ايه؟ ممكن يشوفه الكاستمر او الستيك هولدر، الزبون، مش كده؟ لما يشوفه دايما بيدي ملاحظات، تمام؟ وعاده بقى ارضاء العميل او ارضاء الكاستمر شيء صعب مش سهل، وانك انت تخليه دايما مهتم بالفيرجن اللي بيطلع وتاخد رايه برضه شيء مش سهل. معايا؟ فبيقول لك بقى ايه؟ It can be difficult to keep the interest of customers، يعني مش يعني صعب جدا انك انت دايما تحافظ على اهتمام العميل، سواء بايه؟ بارضائه، سواء دايما بايه؟ انك انت تعرف رد فعله. الكلام ده مش سهل. بنقول بقى مش احنا اتفقنا دلوقتي ان هو بيبقى لازم يكون تايتلي يعني ايه؟ مترابطين التيم مع بعضهم، عشان بيعملوا حاجه صغيره سمول بزنس. ايوه انت قلت لنا كده. طيب ايه رايك بقى، ايه المشكله اللي ممكن تحصل لما يكون التيم ممبرز مش مناسبين مع بعض، مش قادرين يتاقلموا مع بعض؟ يعني ايه تيم ممبرز مي بي ان سيوتد، مش متناسبين مع بعض؟ ممكن تحصل مشكله ولا لا؟ تحصل مشكله، تمام. بقول لك في مشكله ثالثه ممكن تحصل، ايه؟ Prioritizing changes can be difficult، يعني لو انت حاطط اولويات في التصميم وخاصة لو انت عندك ستيك هولدر كتيرة، صعب جدا بقى انك انت تلبي كل الاولويات دي في الطريقة دي. اذا Prioritizing changes can be difficult، وخاصة لما يكون عندك multiple stakeholders، يعني ايه؟ عملاء كتار، وكل عميل عايزه اولوية. تخيل كده بقى، كل واحد عايز ايه؟ مهمة معينة قبل التانية.
جميل. طيب احنا قلنا كام جزء لغايه دلوقتي؟ قلنا 3 مشاكل، ها صح؟ نمسك المشكله رقم 4، maintaining simplicity requires extra work. لو انت عايز البرنامج بتاعك يكون بسيط وسهل وسيمبل، لا ده انت هتعمل فيه ورك كتير بقى. عشان تحافظ على البساطه، ها، توقع انك انت هتبذل جهد وورك اكتر. ايه كمان؟ اخر واحده بقى بيقول لك ايه؟ contracts may be a problem، يعني العقود انك انت تتعاقد مع شركه عشان تعملها سوفت وير هتبقى مشكله. ليه؟ لان الطريقه ديت ايتريتيف، يعني تقريبيه، متداخله الخطوات، مفيش بلان محدده هتنتهي عندها. لما يجي حد يسالك انت هتنتهي امتى، تقول له استيميت التايم، وقت يعني وقت كده ما اقدرش احدده. معايا يا جماعه؟ اذا عشان تعمل عقد ده صعب جدا. فبقول لك كده contracts may be a problem. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.